نرحب بكم مهرجان اسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته 36 باسم الفنان عزة العلايلي. تعالوا معانا نشوف لقاءاتنا جوه المهرجان. الناقد الكبير استاذ طارق الشناوي منور اسكندرية ومهرجان اسكندرية. شكرا جزيلا. ايه رأي حضرتك بمهرجان اسكندرية السنة دي والدورة باسم الفنان الكبير عزة العلايلي؟ طبعا دورة استثنائية بكل المقاييس، لكن اصرار القائمين على المهرجان على ضرورة اقامته ده في حد ذاته يعتبر بطولة. طبعا اسم عزة العلايلي اسم مشرف لينا كلنا. انا سعيد بان الدورة تحمل اسم هذا الفنان الكبير، سعيد انه بيكرم وهو معانا، وفعلا عزة عنده افكار كتيرة ومشروعات قادمة، واكيد اكيد الفكر ده هنشوفه قريب في اعمال فنية. هو كان متخوف من حضرتك النهاردة في الندوة؟ لا عزة عمره ما تخوف من احنا، لا اكيد لانه حد متميز فاكيد واثق من تمام. حضرتك يعني متداوم على حضور مهرجان اسكندريه ولا من زمان؟ انا يمكن تغيرت فقط اخر 3-4 سنين عشان كنت ببقى مسافر في السويد في مهرجان مالمو في نفس التوقيت، لكن السنه دي الحمد لله رجعت، وقبل كده كنت على طول موجود. حضرتك نورت وميرسي لحضرتك وذوقك ودايما موجود. شكرا.